صباح الخير لك يا منى. وربما النهارده هو اليوم الثالث والختام للمؤتمر الاقتصادي اللي دعا اليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركه واسعه من القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الصناعه. المؤتمر ده جه علشان يطرح هؤلاء الرجال افكارهم ورؤيتهم في وضع خارطه الطريق للاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه، وان يصلوا الى مخرجات وحلول واقعيه قابله للتنفيذ من اجل تحسين بيئه الاستثمار، من اجل جذب استثمارات جديده للداخل المصري وزياده معدل الصادرات المصريه. النهارده هيكون في جلستين، الاولى هيشارك فيها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله والدكتور محمد معيط وزير الماليه والمهندس احمد سمير صالح وزير التجاره والصناعه، وهتناقش خارطه طريق تطوير قطاع الصناعه والتحديات والاليات المطلوبه لتحفيز القطاع. الجلسه الثانيه هتكون الجلسه الختاميه اللي هيتم فيها استعراض ابرز اللي دار في الجلسات والنقاشات اللي موجودة في المؤتمر، وكمان هيتم إعلان توصيات ونتائج المؤتمر والحزم الاقتصادية الجديدة. صحيح منا، وفي الحقيقة أن التوصيات دي هتكون نتاج لأفكار لأكثر من 500 خبير شاركوا في هذا المؤتمر على مدار 17 جلسة اتعملت في اليومين اللي فاتوا. ربما مشاركة كبيرة جدا من كل الهيئات المختلفة والجامعات والخبراء ومؤسسات المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية، وكمان أيضا الأحزاب السياسية، وربما أيضا ده بيعكس حرص الدولة المصرية إنها تستمع للجميع وإنه يكون في مشاركة حقيقية في صناعة القرار الاقتصادي في مصر. مش هنكون بنبالغ أبدا يا مصطفى لما نقول إن المؤتمر الاقتصادي بيعتبر تجربة مختلفة وتجربة مهمة وملهمة. الجلسات اتعملت كان فيها نقاش موضوعي واستعراض لأي معوقات ممكن تكون بتواجه القطاع الاقتصادي، خصوصا القطاع الصناعي اللي الدولة مهتمة بيه جدا وبتدعمه جدا في الفترة اللي فاتت وبتعول عليه لزيادة الانتاج المحلي وبتشجع المنتج الوطني، وعلشان كده أعتقد إن التوصيات والنتائج هتكون مختلفة. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.